السلام عليكم متتبعي الكرام. اليوم جبت لكم الصفة اللي كتوجد في أقل وقت ممكن بجوج تفويرات. على بركة الله نبدأ. كنستعمل الصفة ديال البكية، حنا هنايا كنجيبوها من عند الجزار، باكية إما داري ولا ترية. هاد المرة لقيت إتقان، غادي نجربها معكم إن شاء الله بإذن الله. مهم، أول حاجة كندير الملحة والزيت بالنسبة للتفويرة الأولى، يعني الزيت كندير واحد الكمية مهمة، وكنحركها مزيان باش كلها الشعرية تكون فيها الزيت. صافي، كنحطها فوق البرمة يطلع فيها البخار، كنغطيها كنخليها تطلع تفور على خاطرها. دابا من بعد ما فارت طلع فيها مزيان الفار، كنديرها فوق القصرية ولا في شي جبانية، وكنفضل انا تكون القصريه احسن باش تبقى متيسعه. انا درتها في هاد الجبانيه وحسيت براسي زيرتها شويه. مهمه، كنحطها سخونه، كنكب عليها الماء سخون. هاد المرحله مهمه، ما خاصش تفوت 5 دقائق، يعني ملي تكب عليها الماء سخون 5 دقائق لا غير، يعني ما تزيدوش عليها دقيقة. صافي، خليوها 5 دقائق في هذا الماء، حركوها مزيان باش يدخل لها الماء مزيان، وحسن تكون في القصرية ويكون الماء كتر من هكا. غادي نشرح لكم علاش الماء كل ما كان كتير كيغسلها من هذاك الزيت اللي درنا فيها المرة الأولى. صافي، وكنصفيها وكنخليها حتى تنشف كيف ما شفتوا معايا. دابا هنايا صفيتها من الماء من بعد ما دازت 5 دقائق. صافي، وغادي نحطها في الكسكاس تسقطر مزيان، يعني حتى تنشف شويه، عاد غادي نحطها في التفويره الثانيه والاخيره. الا تبعتوا هاد المراحل راه ما غاديش تعجن لكم حتى شي حاجه، يعني 5 دقائق في الماء سخون، ومن بعد غادي تصفيوها وتحطوها في الكسكاس حتى تنشف، يعني تسقطر مزيان. هي دابا واجده معنا. صافي، راها طابت مزيان. دابا غادي نحطها في القصريه وغادي نحلها
بالزبده وشويه ديال السكر يعني، والكميه راه كل واحد على حسب الذوق ديالو. من لان بالنسبه لي انا هاد الصفه اللي درت معكم اليوم يعني المراد منها انها كطيب في اقل وقت ممكن وباقل مجهود، وكيبقى لك الوقت فين ديري بزاف ديال الحوايج، والنتيجه ديالها راه كيف هذه جوج فورات كيف الاخرى ديال اربعه التفويرات، غير هذه كتستغلي الوقت مزيان يعني باقل جهد. المهم كيف قلت لكم انا كنحلها بالزبده والسكر وكنخليها على خاطرها تنشف دابا تشرب داك الزبده والسكر. هنايا نقليت اللوز بالجلده ديالو للتزيين، الا ما بغيتوش تقليوه تقدروا تحمروه في الفران ولا تسلقوه وتفسخوه وتقليوه، يعني كل واحد على حسب الذوق ديالو. حتى بهذه الطريقه كيجي غزال كيجي زوين يعني، ما جربوه وغتبقاو ان شاء الله دائما ديروه لان فعلا تيجي زوين وما كياخذش حتى الوقت في القليان. المهم دابا غادي نبدا عمليه التزيين. انا كنشد هاد اللوز كناخذ منه شويه كنهرمشو مع شويه ديال السكر، وكندير طبقه وكنحط فوق من هاد شويه ديال اللوز صافي، وكنخلي الباقي للتزيين. بالنسبه للتزيين هنا انا درت الكوك والقرفه واللوز مهرمش، يعني نتوما عندكم الاختيار تستعملوا اي حاجه للتزيين، يعني الشوكولات كريمه ديال البيستاكيو، يعني كاين بزاف ديال كل واحد والذوق ديالو. شكرا بزاف تبعتوا معايا الفيديو حتى الاخر، ما تنساوش تدعموني وتشجعوني وديروا لي لايك الى عجبكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.